معكم طبق سيدين. اليوم ان شاء الله نقدم لكم نبتات رجله طيبه في الطاجين. تحتاجوا هنايا عندي اربعه ديال الباطي ديال الرجله، وراك عارفين الرقيته ديال الصيف تتكون موجوده ولو هي فيها منافع كثيره سيرتو ديال فقر الدم. تحتاجوا الربيع، شويه القزبر، شويه المعدنوس، نص كاس زيت بلديه، القليل من الماء حتى هو شي نص كاس الماء، شي ستات لصوص ديال الثومه، الزيتون كحل حيد له العظم، نص حامضه مصيره، جوج معالق صغار ديال التحميره، القليل من البزار، هذا عندي مخلط بين الابيض والاسود، القليل من الملح، انت عارف الرجله تتكون مالحه، شويه ديال القزبر وشويه ديال السودانيه. دابا غنبدا نقرط في الرجله ومن بعد نكملوا الطريقه. الرجله شنقرضوها، نقرضوها رقيقه ان شاء الله. هذا كومسا نمشيو مع دقه دقه. ملي قرضنا الرجله تندوزو دابا الربيع، نقرضو تا هو رقيق، نضربو الثومة رونديل تا هي، طبعا نحمض تا هو على الطول ديالو، من بعد نضربو على النص ديالو، فوالا كومسا صافي. تنضيفو العطرية كاملة، تنضيف الزيتون، تنضيف الربيع مع التومة. دابا نضيف حكا سميتو الزيت وشوية الماء، نضيف الزيت كما فوالا، نضيف الماء، شوية الماء، ديري شوية دابايا، ومن بعد ملي طيح ليا الرجلة غادي نحرك هادشي الخليط مزيان، نحركو مزيان ونرضى، وكي البوطا تكون مقتولة. غنتلاقاو من بعد. الله عليه، دازت تقريبا شي ربع ساعة، دابا تنحركو مزيان، هاهو مخصو لا ما لا والو. ديالنا وجد حاليا نوفونا ديكوري بزيتون كحل، ودرت مع اكومباني بطاجين ديال الكفته ديال السرين، ها هو تا هو باقي كيغلي. ايوا هاد الاكله اليوم صحيه وطبيعيه وكلهم طيبين في الطين وبالصحه والراحه.